شباب يؤهلون الشباب للالتحاق بسوق العمل، مبادرة لإعداد كوادر شبابية بإحدى منظمات المجتمع المدني استجابة لتوجهات الدولة المصرية في ملف التنمية المستدامة 2030 بعد وصول معدلات البطالة إلى 10.6% العام الماضي وانخفاضها إلى 8.1% في العام الحالي بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ازاي الشباب يكون مؤهل وجاهز لسوق العمل؟ قدرنا نشتغل في الفترة اللي فاتت على أكتر من 300 برنامج تدريبي مختلف، استفاد منهم أكتر من 40,000 شاب على مستوى الجمهورية. واضح جدا توجه الدولة المصرية لتعزيز دور المجتمع المدني، وإن المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في مرحلة البناء والتنمية. يشكل الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 40 عاما نحو 41% من سكان مصر، ما دفع الدولة للعمل على دمجهم في المجتمع من خلال عدد من المبادرات والبرامج كالقضاء على الفقر بقروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة ل211,000 شاب. في مدن جديدة زي العاصمة الإدارية بتتبني، دي هتفتح مجالات عمل للشباب، هتقلل من البطالة بتاعتهم، في فرص عمل دلوقتي بتتعمل، في المشروعات اللي بتعملها الدولة اللي هي مشروعات اللي هي بتدي قروض للشباب بتشجعوا على العمل في ده، على انه في يخزوا الصحراء ويستصلح الأرض. على مدار الأعوام الثلاثة الماضية عملت مصر على دعم الشباب عبر منصة مفتوحة للحوار والتعبير عن الآراء، هي مؤتمرات الشباب التي ساهمت في إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة. ثروة قومية يمكن الاستفادة منها، هكذا قيل عن شباب مصر الذين ارتفعت معدلاتهم الأخيرة، وتحاول الدولة المصرية العمل على هذه المقولة حتى تنشأ جيلا جديدا قادرا على مواجهة التحديات العالمية. كريم الشيخ الغد، القاهرة.